والتلوث، تلوث المياه. المرة اللي فاتت خدنا فكرة عن الووتر بودز، يعني أنواع المياه، نهر، بحيرة، شاطئ، عشان نتعرف على طبيعة وخصائص المياه، إذا كانت مياه جارية، مياه موجية، مياه ساكنة. النهاردة هنبتدي نتعرف على أسباب تلوث المياه الطبيعية، وهنشوف كل واحدة تتلوث إزاي، المسببات والتأثير بتاعها، الإمباكت بتاع التلوث ده، بحيث نبتدي ندرس بقى بعد كده إن شاء الله. يعني بعد المحاضرة دي هنبتدي نتعرف إيه هي البارامترز، إيه هي، إزاي نرصدها، إزاي نعمل لها إكسبيرمنتال، يعني إزاي نعمل لها تجارب سواء في الفيلد أو في المعمل، وبعدين إزاي نعمل لها أناليسز، وإزاي نحطها في جرافز، وبعدين إزاي نحكم عليها إذا كانت كويسة ولا جيدة ولا مش جيدة بمؤشرات معينة هناخدها مع بعض. يعني النهاردة البداية الفعالية للإنفيرمنتال هيدرولوجي والووتر كواليتي كنترول كورس بتاعنا، المحاضرة اللي فاتت كانت مقدمة، فعشان كده النهاردة المحاضرة مهمة، يا ريت الكل يحضر. هنتكلم فيها عن إزاي بيحصل التلوث وإزاي ومصادره، وبعد كده هناخد أمثلة للتلوث بتاع الريفر والليك والبحير والمحيط، وبعد كده هنتكلم على أسباب التلوث، وبعد كده التأثيرات والإمباكت بتاع التلوث. هي محاضرة مهمة جدا وفاندمنتال بالنسبة للكورس. لو اتكلمنا يعني ايه الانفيرمنتال هيدرولوجي، احنا خدنا قبل كده الهيدرولوجيك سايكل اللي هي الدورة الهيدرولوجية، قلنا الماء بتتبخر تعمل سحب، والسحب بتنزل امطار وهكذا. الهيدرولوجيا البيئيه بقى او الانفيرمنتال هيدرولوجي دي خاصه بتلوث المياه الطبيعيه اللي على سطح الارض وعناصر التلوث، زي ما احنا شايفين في الرسمه اللي قدامنا. انا عندي الزراعه، الزراعات بيبقى فيها اسمده وفيها مبيدات، لما بتستخدم مع مية الري، فالكلام الحاجات دي كلها الملوثات دي من الأسمدة والمبيدات. بتتحرك على سطح الأرض وبتتسرب لداخل الأرض. رواس الحيوانات نفس الكلام. لو عندي مصانع، والمصانع دي بتصرف على مجاري مائية أو بتصرف في باطن الأرض، بلاقي إن مخلفات المصانع الإندستريال ويست برضه بتعمل لي تلوث في المياه السطحية وفي المياه الجوفية. لو عندي سفن، سواء سفن تجارية أو سفن سياحية، الويستس بتاعتها، المخلفات بتاعتها بتعمل تلوث للبحر. لو في اي جراثيم او في صرف صحي مختلط بالميه، بيبقى في امكانيه لنقل الامراض، وفي مواد عضويه بتسبب لي امراض للإنسان والحيوان. يعني كل الروش، سواء الطيور أو الحيوانات أو الصرف الصحي للبيوت، الهاوس ويست ووتر، كل دي بتسبب لي تلوث، نوع من التلوث بيسبب الأمراض على طول، اللي هي عن طريق البسونج، اللي هي مسببات الأمراض اللي موجودة في المياه. ده الشكل اللي احنا شايفينه، ده بنسميه environmental hydrology، اللي هي المياه الناتشورال بس مختلطة بالملوثات البيئية، سواء ملوثات زراعية أو صناعية أو حيوانية أو نشاط سكاني. نفس الكلام هنا بنأكد على الفكرة. لو أنا عندي مجرى مائي زي ده، وفي هنا مصنع أو مدخنة أو أي ملوثات كيميائية ونزلت للمجرى المائي، سواء من سطحي أو من المياه الجوفية، بتلوث لي المجرى المائي يعني. لو عندي مثلا أكوام من الزبالة، يعني اللي هي المقالب بتاعت الزبالة الكبيرة، ونزل عليها أمطار مثلا، الأمطار بتاخد كل الملوثات بتاعت الأكوام الزبالة دي
وتنزلها في المياه الجوفية وبتنزلها مياه سطحية، فبتعملي تلوث لكل المياه اللي موجودة حواليها. طبعا أكبر ملوثات عندنا في الزراعة هي الأسمدة والمبيدات، لأنها مليانة مركبات نيتروجينية، والمركبات النيتروجينية ضارة جدا بالمياه. اللي بينطبق على تلوث المياه السطحية بينطبق على تلوث المياه الجوفية، بس جزء بيتلوث مباشرة بالإلقاء فيه اللي هو السطحي، والجراوند ووتر بتتلوث نتيجة تسرب المياه السطحية من خلال حبيبات التربة لحد الجراوند ووتر. نفس الكلام ازاي اللي بيحصل التلوث ده، تأكيد للشكلين اللي احنا قلنا عليهم قبل كده. ايه هو الووتر بوليوشن؟ هو وجود أجسام في المية نتيجة النشاط السكاني. الأجسام دي بتخلي المية، المياه العادية مش بالمواصفات القياسية الصالحة للاستخدام، سواء مية شرب أو مية ري. إزاي أقول إن أنا عندي المية دي ملوثة؟ أنا عندي في معايير للمية النقية البيور. لأي اختلاف عن المياه البيور ووتر بمركبات كيميائية بيولوجية، أي تغير طبيعي في اللون، في الريحة، في العقارة، بعتبر إن نوع من أنواع التلوث. طبعا التلوث ممكن يكون كبير جدا لدرجة إن هو يسبب وفاة للإنسان أو الحيوان، وممكن يكون بسيط أقدر أتعامل معاه سواء في الزراعة أو في الشرب. التلوث المية لما بيحصل مش بس بيأثر على الإنسان، بيأثر كمان على الحيوان. يعني لو حد فيكم يفتكر ظاهرة نفوق الأسماك عند على فرع رشيد قرب كفر الزيات كده، دي نتيجة تلوث المية. مصرف تلا بيصب فيها، مصرف مليان صرف صحي وصرف زراعي وصرف صناعي. كمان المصانع اللي موجودة في كفر الزيات بترمي في المنطقة، دي النهر فرع رشيد ملوث فيها جدا. نتيجة التلوث ده الأكسجين بيتم استهلاكه بالملوثات فبيقل، فبالتالي الأكسجين اللي المطلوب لحياة الأسماك بيبقى قليل جدا. فالأسماك نفوق الأسماك اللي احنا بنسمع عنه كل شوية ده ظاهرة من ظاهرة التلوث. فأنا عندي التلوث مش بس يعني بيلوث كل البيئة المائية، والتلوث ده بيبتدي يعمل لي مظاهر. الإمباكت بتاعها هنشوفها آخر حاجة في المحاضرة. أثر التلوث بقى على البيئة بيسبب لي مشاكل. فهو التلوث بيأثر على المياه، بيأثر على السيدمنت اللي هي التربة، وبيأثر على الكائنات الحية اللي موجودة عندنا. ازاي بيحصل الووتر بوليوشن؟ اقدر اعرف يعني لما اشوف اقول ده بوليوشن لو عندي صرف مباشر على مياه سطحية. يعني احنا شايفين اللون، لون المياه اللي جايه من الصرف دي شكلها مثلا اندستريال ووتر وفيها مواد كيماويه، لما بتنزل على المياه بتعمل فوران وبتعمل تفاعلات كيماويه، ده تلوث مباشر على المياه السطحيه. وده برضو بيحصل في المصانع اللي عند كفر زياد، بنلاقيها بترمي رمي مباشر على الفار. نفوق الأسماك زي ما قلنا بيبقى نتيجة التلوث. لو المياه ملوثة بنلاقي الأسماك كلها بتنفق، وهنشوف بالظبط النفوق نتيجة نسبة أكسجين بتقل عن قد إيه مطلوبة لغاية الإنسان. لو لون المياه اتغير بالشكل ده بقى لون مختلط بمواد كيماوية، بنلاقي ده مياه ملوثة. يعني أنا ممكن بالنظر أعرف إذا كانت المياه ملوثة ولا لأ. في المواني دايما بيبقى فيه فواقد وعوادم من السفن الراسية، بتبقى بتديني مظاهر من مظاهر التلوث زي اللي احنا شايفينه ده. ممكن يكون مواد متسربة، ممكن تكون السفينة بتلقي الويست بتاعتها
المخلفات بتاعتها في المية، ممكن تكون مواد بترولية، ممكن تكون تفاعلات من في المينا نفسها بين استخدام المينا وبين السفينة، ده ممكن يكون في الموانئ، وممكن تكون في ناقلات البترول في عرض البحر، ممكن يحصل تسرب وتعمل لي تلوث لمياه البحر أو المحيط. استخدامات المنزلية في المواد المنظفات واستخدامات المغاسل برضو بتعمل لي تلوث للمياه بالشكل ده، يعني المنظر ده بيجي من المغاسل، من مصانع، من الاستخدامات المنزلية. الصرف المباشر لصرف سواء صرف صحي أو صرف صناعي بيعمل لي تلوث للمياه الصحية. رمية زبالة أو القمامة مباشرة على المجاري المائية، وده بنشوفه كتير واحنا مسافرين، بيعمل لي تلوث للمجاري المائية. نفس الكلام أي إلقاء للمخلفات، وده احنا كل الناس اللي بتسافر بتشوف الكلام ده على الترع وعلى المصارف، بتشوف التلوث وهو طافي من اول الحيوانات النافقة لحد كاس الشيبسي والكنز بتاعت البيبسي، بنلاقيها كلها مرمية او ملقاة في المجاري المائية. إيه نقدر نقول ان احنا بتحصل عندنا التلوث لما بيبقى في اي مواد موجوده في الميه سواء ذائبه او غير ذائبه. معظم الملوثات اللي بتبقى موجوده بتبقى نتيجه النشاط السكاني اساسا، سواء نشاط زراعي او نشاط صناعي او استخدامات منزليه. معظم التلوث بيحصل يا اما عند نقطه معينه زي ماسوره بتلقي، دي بنسميها نقطة تلوث، أو نتيجة مجرى مائي بحاله زي مثلا المياه المتسربة من جسور الترع نتيجة الصرف الزراعي مثلا. أي مياه مش في نقطة محددة زي فتحة ماسورة مثلا بنسميها نامباين سورس أو غير محددة، يا إما على حد مجرى مائي كامل يا إما نتيجة تسرب على سطح مسطح كبير زي الأراضي الزراعية. فأنا عندي التلوث ممكن يحصل معانا، بأن التلوث كله يبقى مركز غالبا بيبقى في مصبات المواسير أو في الآبار في بعض المصانع عشان تتخلص من عمليات المعالجة بتاعت المخلفات بتاعتها، بتدق بيها تحت المصنع بتاعها وتسرب الويس بتاعتها للجراوند ووتر على طول، فمن خلال بير، فالبير ده بيعمل لي نقطة تلوث في المياه الجوفية بمواد كيميائية وبمواد ثقيلة، معادن ثقيلة في مكان البير، دي بتعتبر نقطة من نقط التلوث. زي ما قلنا ممكن التلوث يحصل عن طريق مسطح كامل زي الأرض الزراعية، ممكن يكون عن طريق باين واحدة زي الآبار اللي بيحصل فيها تصريف للويست أو ماسورة بنخلص منها. في غير منتظم ملوش مكان محدد، ألاقيه متشعب في أماكن مختلفة، ممكن يكون على الحدود ما بين مثلا من خلال جسور الترع الاقي في ممكن يكون في تلوث، على شواطئ الانهار مثلا شواطئ البحار الاقي في تلوث، وفي ظاهره عالميه دلوقتي موجوده اللي هي ظاهره تلوث المحيطات بالمخلفات البلاستيكيه. الاكياس البلاستيك دي ما بتدوبش وما بتتفاعلش مع حاجه، فعاملة مشكلة كبيرة جدا إنها بتطلع على السطح وبتعمل تلوث لشواطئ كتير جدا، وصعب التعامل مع إزالتها غير إنها تتشال كده، يعني تتجمع وتتشال على جنب. فممكن الحدود ممكن ألاقي عند الشواطئ المية بترمي الملوثات بتاعتها أو بتغطي جزء على الشاطئ، بنسميه ترانس باوندري. ممكن لو عندي مجرى مثلا المجاري بتاعت الصرف
أكل صحي، بعض القرى اللي ما عندهاش مراكز، اللي ما عندهاش شبكات صرف صحي، بتصرف الصرف الصحي بتاعها على الصرف الزراعي، تلاقي الصرف الزراعي سواء كان مصرف مكشوف أو مصرف ماسورة كلها ملوثة بالصرف الصحي أو الصرف الصناعي، فده بيعمل لي نوع من أنواع transboundary pollution. يعني أنا ممكن البوليوشن يجي لي من نقطة واحدة، ممكن يجي من مسطح، ممكن يجي من حدود، ممكن يجي راندم عشوائي من أي مكان. ودي التطبيقات بتاعتها اللي احنا بنقول عليها، يعني دي ده بوينت سورس، نقطة مصدر للتلوث، ده على المسار كله. وده المسار كله في تلوث. زي ما قلنا مصادر التلوث كلها نتيجة النشاط السكاني، فممكن يكون نتيجة النشاط الزراعي أو النشاط الصناعي أو الصرف الصحي أو مخلفات السفن أو مخلفات المحطات النووية أو مخلفات المغاسل والاستهلاكات المنزلية والمدابغ، بيدوني الشكل ده. اي لاندري اللي بتستعمل مواد كيماويه ومنظفات، المدابغ نفس الكلام اللي هي بتشتغل على الجلود، الاستهلاكات المنزليه ممكن تعمل المنظر. لو حبينا نلخص في مجموعه نقط ايه اللي ممكن يسبب لي مصادر للتلوث المياه بصفه عامه، هبتدي اقول من السيوج اللي هو الصرف الصحي، وده بيظهر جدا في القرى في الترانشات. بلاقي الناس ما عندهاش صرف صحي فتعمل تراتش تخزن فيه، تجمع فيه، وبعدين تيجي عربية تكسح تاخد لها 50 جنيه، وبعد ما تسيب البيت بشوية صغيرين ترمي على أقرب ترعة أو مصرف. فالصرف الصحي ده أكبر ملوث، لأنه ده اللي بيديني المواد المسببة لأمراض الإنسان زي الملاريا والتايفود والحاجات دي كلها، بتبقى نتيجة المواد اللي في مخلفات المواد السيوج الصرف الصحي. مركبات النيتروجين كلها دي نتيجة صرف الاستهلاك الزراعي سواء أسمدة أو مبيدات، بتعمل لي مركبات النيترات والنيتريت والأمونيا، كل المركبات دي ملوثة جدا للمياه وبتخلي استخدامات المياه غير صالحة أحيانا للاستخدام لو زادت عن نسب معينة. طبعا هنبتدي نتعامل مع الأكواد العالمية والمصرية اللي بتحدد نسب أي ملوث اللي المسموح بيه والغير مسموح بيه. أي مخلفات مياه سواء مياه صناعية مياه زراعية، أي مخلفات مياه فيها ملوثة ممكن تكون مصدر من مصادر التلوث. المخلفات الكيميائية، معامل الكيمياء اللي بترمي على الصرف الصحي مباشرة أو بترمي على المتجاري المائية، دي بتعمل لي تلوث. والمواد الكيميائية أحيانا بتتفاعل مع المية وتغير طبيعة تركيب المية. المخلفات النووية طبعا دي أخطر حاجة ومش مسموح بأي نسبة فيها. البلاستيكات، كل انواع البلاستيك، لانها ما بتدوبش وما بتتحللش، فالبلاستيكات بكل انواع سواء علب سواء اكياس دي مشكله. كل انواع البترول سواء بنزين او سولار او نفط خام ملوث جدا للمياه سواء مياه سطحيه او مياه جوفيه. طبعا في انواع تانية بس دي اشهر الانواع. يعني نفس الكلام موجود هنا، انواع البوليوشن، يا اما بمركبات النيتروجين، يا اما باستهلاك الاكسجين،
يا إما بتلوث المياه الجوفية أو تلوث المياه السطحية، يا إما مايكروبيولوجيا يعني كائنات حية دقيقة جدا، ودي اللي هي مسببات الأمراض أساسا زي ما هنشوف بعد كده، يا إما ممكن تكون مواد مش ذائبة ومعلقة في المية، يا إما كيميائية تلوث كيميائي، يا إما تسرب لأنواع النفط أو الأويل بصفة عامة. الكود الأوروبي الـ EAA اللي هو Environmental European Environment Agency، ودي أحد الأكواد المستخدمة عالميا. بيتكلم عن كل نوع من الأكواد بيحدد الملوثات اللي بيتعامل معاها. الفوتال كونتامينيشن ده اللي هو الملوثات البيولوجية المسببة للأمراض، ودي بنتعامل معاها لما نكون هنستخدم المياه في مية الشرب أو عشان نتأكد إن هي ممكن خالية من مسببات الأمراض، من مركبات النيتروجين، من البستيسايدز اللي هي الأسمدة، من المعادن هيفي ميتالز، من المواد العضوية، من المركبات الهيدروكلورايد، ومن السيدمنت اللي ما قلت لو عندي أكوام مقالب الزبالة ونزل عليها مطر بتاخد الملوثات اللي فيها كلها وبتلوث المية وبتلوث السيرفيس ووتر اللي عندي. لو احنا شفنا كده كل الأنواع بتاعت الملوثات بصفة عامة، طب احنا خدنا المحاضرة اللي فاتت لو الريفر له حركة مية مختلفة عن الليك عن الشاطئ، طيب لو احنا قلنا الكلام ده لما يجي يتلوث كل نوع من انواع المياه دي الملوثات هتظهر فيها ازاي؟ هناخد اول مثال على حالة الانهار. اكيد بنشوف المنظر ده كتير قبل عمليات التكريك والتطهير في المجاري المائية، الناس اللي بتمشي جنب ترع او مصارف بتلاقي فيه زي الريم كده على سطح المياه. الريم ده ظاهرة اسمها ظاهرة العطن أو الإتروفيكيشن، دي بتيجي نتيجة زيادة كمية مركبات النيتروجين اللي في الزراعة لما بتتسرب بتسبب لي الظاهرة دي. العطن ده بيبقى عبارة عن زيادة مركبات النيتروجين والفوسفور في المية. أول ما بتحصل الكلام ده بتحصل عملية أكسدة وبتبتدي تتحلل بعض الطحالب، لما بتتحلل بتظهر على سطح المية بالشكل ده على شكل ريم، وفي نفس الوقت بيقل الأكسجين والأسماك ممكن تنفق أو تمرض. فالمنظر اللي احنا شايفينه ده اسمه ظاهرة الإتروفيكيشن أو العطن، وبتظهر في المياه السطحية فقط سواء مياه بحيرات أو مياه الأنهار، وزي ما قلت بتيجي بصفة أساسية نتيجة صرف أو زيادة نسبة مركبات النيتروجين والفوسفور في المياه، ودي دايما بتيجي من النشاط الزراعي للأسمدة والمبيدات مش من النشاط الصناعي. لما بيحصل الكلام ده بيسبب تلوث لكل البيئة المائية، فالتلوث ده ممكن يسبب نفوك الأسماك، ممكن يسبب نمو البوص والشكل اللي احنا شايفينه ده، يعني تبقى المنطقة غير صالحة للاستخدام ولا للاستزراع السمكي خالص. دي بتظهر زي ما قلنا في البحيرات وفي الأنهار. لو حصل عندي صرف صناعي، الصرف الصناعي بيبقى مليء بالمواد الكيماوية والمواد السامة والمعادن الثقيلة زي السيانيد والزنك والرصاص
والنحاس والكادميوم كل الكلام ده بيبقى بنعتبره مواد سامة، فلو ودايما بتطلع تظهر مع مخلفات المصانع. فالنوع ده من الملوثات ضار جدا بصحة الإنسان وزيادة تركيزه، ولو الإنسان تعامل مع المية دي بالشرب ممكن تسبب لحالة الوفاة. النسب اللي ممكن نتكلم عليها ما بين الناتشرال وما بين الاكشوال، الصوديوم والحديد هنتعرض لها ان شاء الله لما نيجي نتكلم دي بالملي جرام على اللتر. لما نيجي نتكلم على الاكواد هنقول ايه المسموح بيها وايه اللي مش مسموح بيها. المياه الطبيعية بيبقى فيها نسب من كل حاجة، بس بنسب لا تضر بصحة الإنسان ولا تضر بالزراعة. لما النسب دي بتزيد بنبتدي نقول ده المياه دي ملوثة ولازم نتعامل مع التلوث ده، إزاي نتحكم فيه، إزاي نقلله علشان نقدر نستخدم المياه دي. إنما المياه العادية حتى المياه المعدنية فيها نسب من كل حاجة موجودة في الطبيعة، بس بنسب مقبولة ومتوافق عليها من المنظمات العالمية زي منظمة الصحة بالنسبة لمية الشرب، منظمة الفاو بالنسبة لمية الزراعة. نفس الكلام بينطبق على البحيرات. البحيرات بيظهر برضو فيها ظاهرة العطل، بيظهر فيها بس نتيجة ركود المياه بتبقى مصدر للأمراض أكتر، لأنه بيبقى فيه نشاط بكتيري نتيجة عدم حركة المياه، فبيبقى يعني مصدر لنقل الأمراض أكتر من الأنهار. الأنهار مرة مياه جارية وبنقول إن دايما النهر بيطهر نفسه بنفسه بينقي نفسه بنفسه، لكن البحيرات لا، لما بيبقى فيها تلوث بيبتدي يزيد والنشاط البكتيري بيزود التلوث، ظاهرة الإتروفيكيشن أو العطن بتظهر فيها بصورة كبيرة جدا في البحيرات أكثر من الأنهار. التلوث مش سهل معالجته لأنه ركود المياه بيساعد على زيادة التلوث أكثر أو انتشاره أو عدم تحجيم إن هو ما يزيدش، مجرد ركود المياه بيخلي التلوث يستمر ويزيد ما يقلش. دي ظاهرة الاتروفيكيشن زي ما قلنا. عندي مركبات النيتروجين والفوسفورس والفوسفور مع أشعة الشمس بتبتدي تعمل تفاعلات بتخلي الطحالب يحصل لها ديكي تتحلل وبعد كده تظهر على السطح على شكل عطن. احنا عندنا محاضرة بحالها للاتروفيكيشن هنتكلم عليها، وهيبقى عندنا معامل لحساب الاتروفيكيشن. احنا بس بناخد فكرة عن إن أنواع المياه المختلفة بتتلوث إزاي والتلوث ده بيعمل إمباكت عليها إيه. يعني زي ما قلنا المحاضرة دي افتتاحية، نبتدي نتكلم عن بس التلوث بيحصل إزاي في المياه. إحنا عارفين إن أنواع التلوث ثلاثة، في الهواء والمياه والسويل. إحنا في شغلنا في المدني بنتكلم على المياه في الري، والسويل بيتكلموا على تلوث السويل، بتوع الزراعة برضو بيتكلموا على تلوث السويل. الهواء بيبقى تخصص الأقسام ميكانيكا أكتر، نفس الكلام اللي احنا بنقول عليه ازاي بتحصل عملية الإتروفيكيشن أو ازاي بيحصل عملية التلوث وازاي بيحصل تفاعلات الفوسفور والنيتروجين داخل جسم البحيرة لحد ما نوصل لمرحلة العطن، وإن وشها كله يبقى مغطى بالريم اللي بنتكلم عليه اللي هو نتيجة تحلل الطحالب اللي موجودة فيه. نمو البوص وظهور الريم ده معناه إن ده تلوث على طول، وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت إنه بحيرة قارون التلوث فيها زاد نتيجة استخدامها كمصدر يعني مكان للصرف الصحي والزراعي والصناعي كله في محافظة الفيوم، فتوقف الصيد فيها بقالها سنتين أو ثلاثة علشان كمية التلوث. الأسماك اللي كانت موجودة فيها أمراض وبتنقلها للإنسان وبتموت وشكلها غريب، عندها حالة اسمها تقزم الأسماك،
فنتيجة التلوث الكبير ده ممكن نقفل مصدر للثروة السمكية. عندنا بحيرة قارون من البحارات الكبيرة جدا، وقفلها بيأثر كتير جدا في حجم الثروة السمكية اللي ممكن نستعملها نستفيد منها. دي ظاهرة بتاعت البلاستيكات اللي قلت لكم عليها دي في الشواطئ، لأنها ما بتضافش، بتتكون كلها بالشكل ده. وكان في حملة كل فترة علشان تطهير البحيرة البحار والمحيطات، ناس بتنزل مخصوص تجمع البلاستيكات دي وتاخدها تتخلص منها. لو حد بيتابع الأخبار هيلاقي كل فترة في اليوم العالمي لتطهير المحيطات من المواد البلاستيكية. زي ما قلت دي ما بتضافش وبتعمل مشكلة كبيرة جدا. لو تخيلنا إن ده في مصيف زي راس البر مثلا، ساعات بيظهر الكلام ده في راس البر، محدش من المصطفين هيقدر يتعامل مع المايه، وبتبقى كلها كيس شيبسي وسندوتشات وحاجات زي كده وكنز، بس محدش يقدر يستعمل ينزل في المايه وهي بهذا الكم من الزباله. يعني نفس الكلام الصرف المباشر للمصانع، ده بيعمل ده صرف كيميائي، واحنا بنعرف الصرف الكيميائي بنلاقيه بيتفاعل مع المايه. وانا شفت الكلام ده بنفسي في أحد المصانع بتاع فخر الزيات، كان عامل ماسورة صرف تحت بترمي على فرع رشيد مباشرة، إن المايه بتنزل، المخلفات بتنزل بتحرق الحشيش، بتتفاعل مع المايه بتعمل حالة غليان. فطبعا بعدها باتنين تلاتة كيلو متر في محطة مية شرب، فنقدر نتخيل قد إيه الكلام ده ممكن يكون ملوث ومسبب للأمراض، لمجرد ان المصانع مش عايزه تكلف نفسها انها تعمل محطات معالجه حتى اوليه قبل ما تتخلص منها. فانتوا بعد كورس ده تقدروا لما تشوفوا اي ميه، حتى الميه اللي نازله من الحنفيه، هتعرفوا اذا كانت ملوثه ولا لا. نفس الكلام هنا، لو عندي هنا صرف، في هنا مصدر للصرف مياه ويست بتاثر على الشط، ممكن يكون ويست من سفينه، ممكن يكون مصنع قريب من البحر وبيصرف على البحر. في ناس بتستنى بتاخد مقالب الزباله، العربيات الزباله، وتروح ترميها على شط البحر. يعني في عدم وجود برضو رقابه دقيقه جدا على التخلص من المخلفات، وعدم وجود مدافع صحيه للتخلص تخلص امن من النفايات، بيحصل تلوث للميه اللي هي اكتر حاجه الانسان بيتعامل معاها عن طريق الشرب. التسرب بالزيت بيعمل لي الاويل اللي هي مخلفات السفن، تعمل لي حاجه المنظر ده. طبعا النفط والزيت ما بيدوبش في الميه، فبيعمل بقعه زيتيه بتبقى لوحدها موجوده بتعمل تلوث تاني. نفس الكلام دي مخلفات صناعيه. الكلام اللي انا قلته موضح هنا ايه المواد السامة اللي موجودة، ايه الهيفي ميتالز وتأثيرها على كل حاجة. يعني اللي انا قلته قبل كده موجود هنا بأمثلة ومشهورة. نفس الكلام كل النشاط السكاني هنا، من اول حركة السفن لحد مخلفات البيوت والحيوانات، كلها بتأثر عندي المجاري المائية كلها، سواء كانت بحيرات أو نهر أو بحيرة أو محيط. دي الأنواع مكتوبة، اللي هي سواء إن أنا برمي رمي مباشر، بصرف صرف مباشر، أو عندي تخلص من مخلفات السفن. الكلام اللي أنا قلته مكتوب كنقط. إيه لو اتكلمنا ايه مسببات البوليوشن، الووتر بوليوشن بصفه عامه، بعد ما استعرضنا الامثله المختلفه سواء نشاط صناعي او نشاط زراعي او استهلاكات منزليه، هلاقي انه عندي خمسه كاتيجوريز، والناس بتختلف في خمسه في سبعه. يعني الكلام ده برضو هنتكلم عليه بالتفصيل اكتر لما نيجي نتكلم على مؤشرات التلوث. أول حاجة مسببات الأمراض، دي أكتر حاجة لأنها مرتبطة بصحة الإنسان. في عندي ملوثات عضوية، في ملوثات غير عضوية، في عندي ملوث نتيجة درجة الحرارة، وفي عندي ملوثات ميكروسكوبية.
الباثوجينز التعريف بتاعها او الترجمه الحرفيه بتاعتها مسببات الامراض. المسببات الامراض دي زي ما حد بيتعب في معدته يقول عنده ديدان في معدته، الديدان دي اسمها بارازايتس وبروزوتا، دي اللي هي اول واحده، دي الديدان اللي ممكن تكون مسببه المشاكل. الكلام ده بيتنقل عن طريق الملوثات. الواحد شرب ميه شرب، استحمى في ميه شرب، نزل بسين الميه فيه ملوثه، فبيقول لك ده هو عنده ديدان في معدته، ده هو الكلام ده. كل الاشكال اللي احنا بنسمع عنها عن مشاكل في المعده انتقلت عن طريق الميه، بتبقى مش اشكال دي، ما بنقولش عليها جراثيم، هي كائنات حيه دقيقه وحيه وبتعيش، دي هي مسببات الامراض. لو خدنا واحده منها وكبرناها بتبقى حاجه بالشكل ده. حتى الكورونا او كوفيد 19 له شكل من الاشكال اللي احنا بنشوفها ده، شكل من اشكال الباثوجينس اللي هو الشكل المعروف للكورونا. الاورجانيك كونتامينتس اللي هي المواد العضويه، المواد العضويه زي ما قلت اكبر مصدر ليها هو الصرف الصحي، سواء بترانشات، سواء صرف صحي، سواء مواسير صرف صحي بيحصل منها تسرب، سواء صرف صحي مباشر على المجاري المائيه، كل الكلام دوت بنسميه الملوثات العضويه. تحلل رواس الحيوانات، تحلل النباتات، كل دي ملوثات عضويه. دي اشكال الملوثات العضويه وتاثيرها، سواء سوليد ويستس، السلادج اللي هو الجزء الصلب من المخلفات الصرف الصحي، السلادج اللي هو الجزء الصلب من المخلفات، المانيور اللي هو الجزء السائل. المصدر الرئيسي ليه زي ما قلت الملوثات العضويه هي الصرف الصحي بجزئي الصلب والسائل. وده اكبر مسبب للامراض لما بيصرف صرف مباشر على الانهار، والانهار دي بعد كده بتغذي محطات الشرب، هي دي اكبر مصدر لمصادر محطات الشرب، بتسبب امراض كبيره جدا جدا. وبعدين دي بتبقى غير مرئيه بالعين، يعني لازم اشوفها تحت الميكروسكوب، فلو ما اتعالجتش كويس وتاكدنا ان هي خليه من المياه اللي بتخش محطات الشرب، خليه من الملوثات العضويه، ممكن هتسبب امراض كتير. نفس الكلام، ازاي المياه بتاخد دورتها، تيجي من منطقه ملوثه وتروح لمنطقه تانية تاخدها على انها ميه شرب، تقوم تنقل التلوث معاها. يعني انا بصرف مثلا مصنع او بصرف مخلفات صناعيه او مخلفات صحيه او مخلفات عضويه في مكان، والمكان ده من خلال النهر او المياه الجوفيه بيتنقل ويروح لمنطقه تانيه يغذي مياه الشرب، فده بيبقى فيه خطوره كبيره جدا البيئه وعلى صحه الانسان. نفس الكلام في المواد اللي هي البتروليه والبنزين وكل المواد اللي هي مركبات ومشتقات البترول. الان اورجانيك كونتامينانتس اللي هي المواد اللي هي اللي اتكلمنا عليها دي العضويه، المركبات الغير عضويه دي بتيجي من الهيفي ميتالز، من الفلترايترز اللي هي الأسمدة والمبيدات، والمركبات الغير عضوية تأثيراتها على البيئة مختلفة عن المواد العضوية في نوع التلوث. دي مقارنة بين المواد العضوية والمواد الغير عضوية. الأورجانيك البيستيسايدز اللي هي الأسمدة،
هنا الإن أورجانيك اللي هي النون ميتال زي الصوديوم والحديد والهيفي ميتالز والمخلفات النووية. الميكروسكوبيك بوليوتنت اللي هي الملوثات اللي هي الحية. كلمة ماكروسكوبيك دي بتبقى مرتبطة بالبيولوجي، دي كائنات موجودة في المية بس ما هيش صغيرة ممكن ترى بالعين، دي اسمها الماكروسكوبيك. الميكروسكوبيك بوليوشن، الميكرو دي معناها دقيقة جدا ما تتشافش غير تحت الميكروسكوب، فدي بتبقى جزء من الكائنات اللي موجودة داخل المية، وزي ما قلنا هنا هي كائنات حية و ممكن تدخل جسم الإنسان وتسبب له أمراض. الميكروسكوبيك سكيل ده زي ما قلنا في ميكروسكوبيك جزء كبير مرئي بالعين، وفي الميكروسكوبيك اللي لازم أشوفه تحت الميكروسكوب، والجزئين دول بيسببوا أمراض كتيرة جدا وبيرتبط بوجود كائنات حية في المية دقيقة أو غير دقيقة. الثيرمال بوليوشن زي ما قلنا لو حصل ان انا اللي هو التلوث بارتفاع درجه الحراره او تفاعل بتاثير الحراري، زي ما قلت لو انا صرفت صرف مباشر لمصنع الاقيه بيعمل فوران وبيحصل ارتفاع في درجه الحراره مؤقت في المنطقه اللي هو موجود فيها نتيجه التفاعل الكيميائي بين المخلفات بين المياه، وده موجود جدا. المحطات النووية ومعظم المصانع بتحتاج تعمل دورة من التبريد عشان تبرد العمليات اللي عندها، فبتاخد من المياه من المجرى المائي اللي جنبها مياه بدرجة الحرارة العادية وتمررها على الأجهزة بتاعتها، تاخد الحرارة وتطلع مياه سخنة موجودة. مجرد المية السخنة دي بتطلع، دي بتعمل نوع من أنواع الملوثات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. احنا عارفين طبعا ان ارتفاع درجة الحرارة بيعمل نشاط بكتيري، بيساعد على النشاط البكتيري، فلو في بكتيريا بتنشط بتعمل مشاكل كبيرة جدا في الوسط المائي. نفس الكلام اللي لسه بقوله، المصانع هي بتاخد المية بدرجة الحرارة العادية وترجعها تاني درجة حرارة أعلى، فنلاقي إن الوسط اللي موجود هنا مختلف عن الوسط اللي موجود هنا، وممكن يسبب زي ما هو باين هنا بيسبب ممكن نفوق الأسماك لو درجة الحرارة ارتفعت. شكل اللون اللي موجود بدرجة حرارة مختلفة بيعمل تلوث بيئي نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. نفس الكلام بيظهر بأكتر من شكل يعني. طب ايه تأثير الملوث ده، تأثير التلوث بقى على المياه بصفة عامة؟ برضو في تأثيرات كتيرة جدا، أشهرهم هم الأربع حاجات دول، برضو الناس بتختلف بس هنركز على الأشهر. acidification اللي هي ظاهرة تحمض المياه، إن المياه تبقى حامضية، عارفين حامضية يعني الأس الهيدروجيني فيها بيساوي كام؟ المياه الحامضية أعلى من 7. ده القاعدية، أقل من 7. حمضية أقل من 7، القاعدية أكتر من 7، من 0 ل 7 حمضية، من 7 ل 14 قاعدية. التوكسيتي اللي هي السمية، إن المياه تبقى سامة. السالينيتي الملوحة، الإتروفيكيشن العفن اللي إحنا اتكلمنا عليه من شوية. الأسيديفيكيشن دي دايماً بتحصل في المحيطات، انه اللي بيحصل تفاعلات في المياه تخلي المياه العادية تتحول لمياه حمضية بتأثير تفاعل ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو، ودي ظاهرة بتحصل في المحيطات. واحنا عارفين انه المياه الجيدة هي اللي الأصل الهيدروجيني فيها نيوترال بحدود 7 من 6.5 ل 7.5، لما بتبقى حمضية بيبقى لها مشاكل، ولما بتبقى قاعدية بيبقى لها مشاكل. فالظاهرة بتاعت التحمض المياه بتظهر في المسطحات الكبيرة زي المحيطات، وبتبقى نتيجة التفاعل ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو مع المياه.
مع التلوث اللي في المية، نفس الكلام هنا، ازاي بتحصل عملية التلوث وازاي بيحصل التفاعل بتاع ثاني أكسيد الكربون داخل دورة المية، داخل الجسم الووتر بادي. هنا موجود بالمعادلات زي CO2 اللي موجود في الجو، بيوصل ان هو يطلع لي البيكربونات، البيكربونات اللي هي دي مادة حمضية. دي ظاهرة ناتشرال، انا ما بتدخلش فيها، هي وجود تلوث في المية بيتفاعل مع ثاني اكسيد الكربون بيديني، كان لو ما فيش تلوث مش هيحصل الكلام. الملوحة، واحنا طبعا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت شوية حلوين، وخدنا الجزء بتاع الاستري اللي هو مصبات الانهار، قلنا ان بيبقى فيها تداخل بين المياه العذبة والمياه المالحة، وفي نفس الوقت في سي ووتر انتروجن، تداخل المياه العذبة تحت التربة. الملوحة من الحاجات من الاساسيات في تحديد تلوث المية، فعشان كده المياه المعدنية بيدوب فيها درجة الملوحة قد ايه. برضو اختلاف الملوحة من الملوحة المنخفضة للملوحة العالية بتأثر كتير على نمو الكائنات، سواء الأسماك أو الكائنات البحرية. كل نوع معين بيحتاج درجة ملوحة، بيستحمل درجة ملوحة معينة. ظاهرية الاتروفيكيشن احنا اتكلمنا عنها وبنتكلم عليها المرة اللي فاتت، واتكلمنا عليها قلنا ان هي هو تفاعل النيتروجين، زيادة نسبة الفوسفور النيتروجين في المياه خصوصا المياه الراكدة، بيسبب نوع من التفاعلات يخلي الطحالب تتحلل، ولما تتحلل بتستهلك الاكسجين وتظهر على السطح بشكل ريم بالشكل ده، ولما الاكسجين بيقل بيسبب نفوق الاسماك، وان جنب كده بيحصل تضخم لبعض الطحالب، بيحصل تلوث كامل للووتر بادي، المياه كلها بيحصل لها تلوث. وطبعا النيتروجين والفوسفور زي ما قلنا ده بيبقى نتيجة الاستخدام الزائد للأسمدة والمبيدات، لما استخدام زائد وتصب في مياه سطحية بتديني الشكل ده. الشكل ده اعرف على طول حاجه اسمها العطن او الاتروفيكيشن، وده بيبقى نتيجه المنظر ده، نتيجه تحلل الطحالب باستهلاك الاكسجين المذاب في الميه، يطلع على السطح حاجه بعد التحلل، يطلع على السطح شكل الريم اللي احنا شايفينه ده. وزي ما قلت احنا هناخد محاضره كامله هنعرف نقيس الكلام ده، وله معادلات وله مؤشرات هنقدر نقيسه. ده نفس الكلام اللي احنا قلناه، هو الاكسجين بيذاب بيستهلك بعد كده داخل الميه، انا عندي في اكسجين في الهواء وفي اكسجين مذاب في الميه اللي بيعتمد عليه الاسماك والطحالب والنباتات المائيه. التفاعلات دي كلها في وجود الملوثات او في وجود نسبه كبيره من الفوسفور والنيتروجين بتديني لي ظاهره العطن، وظاهرة العطن دي بتسبب الريم الأخضر اللي موجود ده، وبتسبب ظهور نفوق الأسماك زي ما احنا شايفين. التوكسيتي اللي هي السمية أو المياه السامة، طبعا لو احنا لو حد شرب مياه السمية خاصة بالإنسان وخاصة بالدرينكينج ووتر، بمية الشرب، أي مواد سامة زي ما قلنا قبل كده الكادميوم والزنك والزئبق، باقي المواد اللي هي بتسبب موت للإنسان، لو دخلت في مية الشرب من أي مصدر والإنسان شربها على طول هيبقى فيه توكسيك افكت، وهيبقى معرض للأمراض أو للوفاة. المواد السامة بتأثر على المخ على طول، يعني بتسبب مشاكل في المخ، وبعد كده مع الوقت ممكن تسبب يا إما لنقص كفاءة المخ يا إما بتسبب للوفاة. يعني طبعا الحاجات دي ممكن تحصل اكتر في الابار اللي بتسحب مياه جوفيه، والمياه الجوفيه دي بتبقى فيها مواد، ممكن تكون مواد سامه او تكون قريبه من مصانع، او محطات مياه شرب تكون قريبه من صرف مصانع معينه فيها هيفي ميتالز او فيها توكسيك، فيها مواد سامه او فيها معادن ثقيله. الحاجات دي كلها لو دخلت للانسان عن طريق الشرب ممكن تسبب الوفاة أو تسبب مشاكل في المخ. كده احنا عرفنا يعني ايه كلمة water pollution،
وممكن اعرفه بالنظر او التحليل. طيب لو عايز اعرف ازاي احكم او اقول ان انا عندي ووتر بوليوشن، في عندي نوعين من المؤشرات، في عندي مؤشر كيميائي وفي عندي مؤشر بيولوجي، بستخدمهم عشان اقدر اقول انا عندي في هنا تلوث كيميائي او في تلوث بيولوجي او في تلوث فيزيائي. وده هيدخلنا ان شاء الله على المحاضرة بتاعت الاسبوع الجاي اللي هي خصائص المية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وتعريف البارامترز لما اجي اتعامل مع الووتر بوليوشن ايه البارامترز اللي انا بتعامل معاها، والمؤشرات اللي تقول اذا كان في تلوث ولا لا. وكل سنة وانتم طيبين. دي كانت اول محاضرة، ودي كانت اهم يعني، دي تعتبر يا ريت نقراها كويس، انا رفعتها على التيمز، يا ريت نقراها كويس جدا، واللي عنده اي استفسار يسالني في اول المحاضرة الجايه، لان دي شاملة لفكرة تلوث المية. وانا هقول ان احنا كريو هيدروليكس بنركز على المية، في ناس تانية بتركز على السويل وفي ناس تانية بتركز على الهواء. احنا في شغلنا في قسمنا بنتكلم على تلوث المية اللي هي الانسان بيشربها والحيوان بيشربها بتستخدم في الزراعة. يهمنا جدا نبقى فاهمين التلوث بيجي منين، عشان لو شفناه بالنظر او حللناه ان شاء الله في نهاية الكورس هنقدر نوصل ان احنا نكتب تقرير عن حالة فيها تلوث، نقول التلوث ده سببه كذا، وبالرصد العينات طلع كذا، وبنقترح حل المشكلة كذا. بإذن الله بإذن الله ده اللي هنطلع بيه في آخر الكورس، إن احنا هنكتب ريبورت، هناخد كيس ستادي وهنعرف إيه المشكلة اللي فيها، وفي الآخر هنحللها ونعمل مؤشرات للتلوث فيها، ولو التلوث كبير هنقول إيه هي إزاي نحله، أو نقول المية دي ما تستخدمش غير في كذا أو كذا وما تنفعش في كذا. ده المستهدف من الكورس، ان انت طبعا مع وجود تلوث كبير جدا عندنا هنا في مصر في المجاري المائيه، يهمك جدا كمهندس مدني لو جالك ميه خلطه خرسانه مثلا تبقى عارف الميه دي ما فيهاش كبريتات مثلا، او لو فيها كبريتات تستعمل اسمنت مقاوم للكبريتات. مهم جدا انك تبقى عارف خصائص الميه من اللي بتستعملها في اي حاجه، علشان تقدر تتعامل معاها التعامل كمهندس مدني اللي في ذلك. وتبقى انت برضو وانت بتشرب الميه لو قريت الكلام اللي مكتوب على ازازه الميه المعدنيه بيقول لك فيها كذا وكذا، تبقى عارف ايه الكذا والكذا دي، وهل هي فعلا مطابقه لمواصفات الصحه العالميه ولا لا. ان شاء الله الكورس تستفيدوا منه، انا زي ما قلت لكم هي معلومات عامه، وهنعمل شويه اساينمنت نعمل بيها مؤشر، لا الميه دي ملوثه قوي، لا دي كويسه، لا دي جيده. فاول خطوه علشان نقدر نعمل نقيس جودة المية نعرف ايه البارامترز اللي هقيسها، هي المواصفات عاملة 210 بارامتر. احنا طبعا مش هندرس ال 210 بارامتر، احنا هناخد البارامترز الاساسية او بعض البارامترز مش هيزيدوا عن 10-15 بارامتر، موزعين ما بين فيزيائي وكيميائي وبيولوجي، علشان نقدر نحكم على المية ونقدر نحسب مؤشرات لجودة المية. لما نقدر نحسب المؤشرات دي نعمل كيس ستادي ونقدر نشوف المنطقه دي المايه فيها ملوثه. طبعا هنتعرض بقى لتلوث البحيرات عندنا في مصر لان هي اكتر جزء كان ملوث لحد دلوقتي. هناخد كيس ستادي من الحقيقه من الواقع، وننتهي باذن الله ان احنا نعمل تقرير فني تكنيكال ريبورت عن مشكله تلوث مياه في مكان ما وسيناريوهات الحل. كل سنه وانتم طيبين. في اي اسئله قبل ما اقفل؟